في كتير طرق وسط حياة وفيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح أحبائنا الغاليين، أنا بباركم النهاردة باسم الرب يسوع، وإحنا بجد بجد إحنا سعدة إن إحنا نكون معاكم، ندخل بيوتكم ونتشرف بيكم وأنتوا تفرحوا بينا كمان، لأنه إحنا بنقول لكم أخبار طيبة جميلة جدا جدا عن الرب يسوع الإله المحب اللي بيحبك فعلا، الإله اللي بيحبك مش أنت اللي بتموت نفسك عشانه، لا هو اللي موت نفسه عشانك علشان يديلك الحياة الأبدية. مات مخصوص يسوع عشان يدفع ثمن خطايانا ويعطينا الحياة الأبدية. أنت العقاب أصلا مش بيتاخد مرتين، بيتاخد مرة واحدة. وبعدين الرب جه مخصوص علشان يفك عقدك وعقدك، الرب جه مخصوص علشان يعطيك حريتك. احنا مقصورين للشيطان، لكن الرب يسوع ادانا الحرية، وعشان كده الكتاب بيقول حرركم الابن فبالحقيقة تكونون او تصيرون احرار. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا عن الحرية. انت اتحررت، انت اتحررتي ولا لسه؟ انت مستعبد وانت مستعبدة في ارض ابليس ومقيدين. المسيح جه لاجل الاسرى المأسورين، ضد قوه ابليس جه المسيح يفك اسرهم. فانت النهارده الرب النهارده عايز يديلك حريتك. لما تطلب الرب تقول له يا رب حررني يا رب، النهارده انا عايز اتحرر، النهارده بقوه دم صليبك حررني يا رب. الرب يحررك، وهتقدر ترتل ترنيمه جميله جدا هنسمعها النهارده، انشد نشيد الحريه والعتق من العبوديه. هنتكلم في الموضوع ده النهاردة، وأنا مبسوط يكون معايا الباشمهندس فاروق مجلي. الباشمهندس فاروق مجلي كان مدير مصنع السماد، مدير الإنتاج مصنع السماد في طلخة في المنصورة، جمهورية مصر العربية الجمهورية الغالية على قلبي. وسعيد الأخت أليس تكون معانا النهاردة، ونشكر الرب جدا أنكم أنتوا كمان معانا، وإحنا فرحانين بكم قوي قوي. على فكرة الرب النهاردة عايز يحررك من ضيقتك، يطلعك من ألامك، ومش هو اللي بيدي الألم على فكرة، مش هو اللي بيسمح، أحيانا هو بيسمح بالألم لأجل سوء اختياراتنا، وأحيانا كتير جدا جدا هو بيسمح لينا علشان يختبر إيماننا، يشوف إيماننا شكله إيه. هنبتدي بالصلاة وبعد كده هنقرأ من القرايات الكتابية. الأخت أليس تقرأ لنا القرايات الكتابية عن الحرية، لكن هنبتدي الأول بالصلاة من الباشمهندس فاروق، أخ فاروق مجلي. يا رب من كل القلب نشكرك، من كل القلب نعظمك ونمجدك، لأنك وحدك تستحق كل عبادة وكل إكرام كل تعظيم. ليك الشكر من كل القلب يا رب. نصلي يا رب أنك تعلن سلطان روحك علينا ويتم فينا الكلام الحلو، إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله. أمين يا رب. معتمدين على قوة وإرشاد وقيادة روحك رب. نعم يا رب. خلي الكلام يكون كلامك ممسوح بالروح القدس عشان يثمر في كل السامعين. بركة للكل يا سيد الرب، بركة لكل من تصل إليه هذه القناة، بركة للعاملين فيها. نعم يا رب. استخدام مبارك ربنا لكل البرامج، كل ليعود المجد وكل المجد لجلالك. باسم يسوع. ليس لنا هدف إلا أن مجدك يعلن علينا وشخصك يتمجد وإحنا نختفي تماما، إحنا لا شيء إطلاقا، لكن أنت تستطيع أن تخرج من الآكل أكلا ومن الجاف حلوة. بارك فرصتنا وبارك جلستنا وبارك كلماتنا وكل تأملاتنا، خليت كل مجدك في اسم المسيح يا أبانا، ولك كل المجد. أمين. فضل يا أخت أليس، قرر لنا القراءات الكتابية.
الآيات اللي هنقراها النهاردة من إنجيل يوحنا، كلمات الرب يسوع، وحنبتدي أصحاح كام؟ أصحاح 8. أوكي شكرا. وهنبتدي من عدد 31. أوكي. إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. دي كلام الرب يسوع. وتعرفون الحق والحق يحرركم. وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوه إننا ذرية إبراهيم، كان مجموعة من اليهود، ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت أنكم تصيرون أحرار؟ أجابهم يسوع، الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. ما فيش شخص يقول أنا حر وهو عبد وهو خاطي وبيعمل خطية، هو عبد. كلام الرب بيقول هو عبد للخطية، اللي بيعمل خطية هو عبد للخطية. والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. وده الحلقة اللي احنا هنحكي فيها النهاردة، والموضوع بتاعنا عن الحرية. إن حرركم الابن فبالحقيقة الحرية الحقيقية هي اللي بيحررنا بها يسوع. في قراية تانية كمان في كورنثوس الثانية 3:17 بتقول، وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب فهناك حرية. أمين. لما روح الرب موجود هناك حرية. كمان في رسالة غلاطية 5 وأصحاح 5 وعدد 1، فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. إذا الرب حررنا علينا نثبت في الحرية. لي كل مجد. أنا بتذكر وأنا في الجيزة في مصر، كان في واحد بالليل سكران بيجي يمشي في الشارع، وكان يعني كان بيشرب سبيرتو، ما عندوش فلوس، كان فقير جدا، الخمرة بهدلته وضيعته خالص، فكان بيشرب سبيرتو، كان بيمشي في الشارع يقول أنا حر، ويعلي صوته وماشي في الشارع ويقول لك أنا حر، ويمشي يقول لك أنا فرحان أنا حر. شوف الشيطان بيخدع الناس. كيف بيخدع؟ بيقيد الإنسان وبيتهيأله أنه حر، ماشي حر مبسوط عشان بيقدر يشرب سبرته، ولا بيقدر يشرب وماشي في الشارع وهدومه متقطعة، وكل ما يمشي خطوة يلاقي واحد دالق عليه صفيحة مية، يدلقوا عليه مية، كان يعني عارف ضيع 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 هبته وضيع مستقبله. راجل كان راجل كبير في السن، كانش صغير، وكانوا بيتريقوا عليه، واللي كان بينزل يضربه وبيقول لك انا حر. حر من فين يا حبيبي؟ انت حر كيف وانت مقيد. وبعد كده فتره طويله ما كانش بيمشي في الشارع، بعدين عرفنا في الاخر انه مات، الكبد بتاعه انفجر من كتر الكحوليات والخمره اللي كان بيشربها. فالشيطان بيخدع الناس، وده اللي حصل فعلا في القراية الأولى لما حضرتك قريتي في إنجيل متى أصحاح 8، لما يوحنا 8 آسف، لما اليهود بيقولوا له احنا أولاد إبراهيم وإسحاق ويعقوب، احنا لم نستعبد لأحد. ده انتوا غلابة، انتوا في الوقت ده انتوا كنتوا مستعبدين للرومان، كانت الدولة الرومانية وقبل كده ما كانوا مستعبدين للأشوريين والبابليين، الأشوريين والبابليين، وكانوا مأسورين لمصر كمان، ما كانوا خدامين عند فرعون، فكانوا أسرى عبيد. لكن غالبا اللي بيحصل إنه أخذوا على العبودية وفاكرين نفسهم أحرار. مش فاكر الموضوع ده لما كنا بنسافر ونروح لبورسعيد وناخد معانا طيور وحاجات، فكنا بنربط الطيور في العربية عشان متبهدلش الدنيا، وبعد كده كنا بناخد البطة أو الوزة ونحطها في البيت هناك ونفكها من القيد بتاعها، نلاقيها لسه حاطة رجليها على بعض وحاسة إنها مقيدة، لسه مقيدة وتتفكت. ف
فإحنا غالبا بناخد على القيود اللي إبليس بياخد بيقيدنا بيها. وحتى لما المسيح بيجي حررنا بنحس يا أخ فاروق أحيانا كتير جدا إن إحنا ما زلنا مقيدين. مش عارف إيه رأيك في الموضوع ده؟ أحب أسمع أخبارك وأفكارك في موضوع الحرية. الحرية ما أتكلم عنه الرسول يوحنا لما قال في القراءة اللي احنا سمعناها: وتعرفون الحق والحق يحرركم. الحقيقة هنا أول الآية بيقول إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي، ويكمل: وتعرفون الحق والحق يحرركم. من هذا الكلام نعرف أن الحق المقصود هنا أن هو كلمة الله. وبعدها بكم عدد يقول الرب لي كل المجد: فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. فبين هنا أن الحق هو شخص المسيح. فالكتاب بيعلن لينا الحق وكلمة الله والحق هو المسيح. وده كلام اللي احنا ندرسه من كلمة الله. لما نقرأ الكتاب أو ندرس الكتاب من التكوين للرؤية نلاقي في كل أسفار الكتاب المقدس نقدر نستخرج منها إعلان عن شخص المسيح بصورة أو بأخرى. واحد قال اللي يقرأ الكتاب أو يدرس الكتاب وما يشوفش المسيح في كل أصحاح من أصحاحات الكتاب المقدس يبقى لا أرى ولا فهم. واللي باين لنا المثل لما كان قصي الحبشة راجع من أورشليم لبلاده وقعد بيقرأ في نبوة إشعيا والروح القدس بعت له فيلبس علشان يكلمه. ففيلبس سأله سؤال: لعلك تفهم ما أنت تقرأ. قال له: كيف أفهم إن لم يشرح لي أحد، أو إن كان لم يوضح لي أحد. كان محتاج حد يشرح له ويوضح له. يقول: فابتدأ من هذا الكتاب فبشره إيه؟ بيسوع. كان بيقرأ إيه؟ كشاة سيقة إلى الذبح وكان عجل صامت أمام جزية. دي نبوة عن المسيح في إشعياء 53. لكن ابتدأ من هذا الكتاب الرسول فيلبس أو البشير فيلبس كلمه عن شخص المسيح. والحقيقة احنا بنشوف المسيح في العهد الجديد في العهد القديم كما نراه في العهد الجديد. بس الحقيقة في العهد القديم بيبقى عايش شيء من التوضيح أو التفسير، زي مثلا في أول آية في الكتاب: في البدء خلق الله السماوات والأرض. الله هنا بمعنى إلهيم، بمعنى الآب والابن والروح القدس. فاحنا بنشوف الابن في أول آية في أول إصحاح في أول سفر من أسفار الكتاب في ثالث كلمة بالضبط كده. وبعد كده في آخر آية سفر الرؤيا: نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين. من بداية أول آية لآخر آية خلال الكتاب كله بيتكلم وبيشهد عن شخص المسيح. الكلمة الكتاب اتقال عنه الكلمة المكتوبة، وشخص المسيح الكلمة المتجسد، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. الآخر الكلام الحلو: ورأينا مجده ومجدا كما الوحيد من الأب مملوء نعمة وحق. لكن الفكرة دلوقتي احنا لما بنتكلم عن الحرية، ايه معنى الحرية؟ ايه مفهوم الحرية؟ اسيب السؤال ده ليكم انتوا الاثنين. مفهوم الحرية بيختلف عن في الانسان في العالم. الانسان العادي مفهومه للحرية ان هو يعمل اللي هو عايزه، اي حاجة تخطر بباله هو عايز يعملها يعملها. ممكن تأذي المجتمع، ممكن تأذي الأشخاص اللي حواليه، ممكن هو نفسه يأذي نفسه، يعمل حاجات زي مثلا الأشخاص المدمنين مثلا. خلونا في حاجة بسيطة قوي، الشخص اللي بيدخن سجاير ده بيأذي نفسه وبقول أنا حر، أنا أحب أدخن أحب أبطلها. ما بيقدرش يبطلها، هو عبد للسجارة دي. وبعدين مش عارف إن كل سجارة دي بتأثر على الرئتين وبتعمل مشاكل في الرئتين وبتنتهي بكانسر. قريت مرة بحث بيقول لو حصل ان الشخص جاله كانسر سرطان رئة ما فيش شفاء منه، ما فيش ان هو يطلع، ملوش علاج، ما يطلعش من سرطان الكانسر، بيبتدي والشخص بتنتهي حياته على كده. انا حر اعمل اللي انا عايزه بس ما تأذيش الاخرين، انا حر انا اعمل اللي انا عايزه ما تأذيش نفسك. لو الشخص طلع سكران مثلا وطلع يسوق ممكن يعمل حوادث، ممكن يسبب في إزاء الآخرين. دي في مفهوم العالم الحرية إن أنا أعمل اللي أنا عايزه. لكن الحرية في المسيح تختلف، الحرية مع الرب يسوع تختلف. في المسيح إن أنا أتحرر من الداخل، بيقول كده إنك تتحرر من داخلك ومن الدوافع الغلط التي تستعبد لها. تحريري في المسيح قلبي يتغير، بتحرر من الداخل، ببتدي أعمل حاجات اللي بتمجد ربنا،
ما بكونش مستعبد لأي حاجة أو عادة أو أي حاجة غلط في العالم. ففي اختلاف حضرة القسيس كبير بين مفهوم الحرية عند العالم عند الأشخاص العاديين وبين مفهوم الحرية في المسيحية. واللي احنا هنوضحه أحبائي المشاهدين النهاردة الحرية في المسيح. الحرية في المسيح. أمين. Very good. يعني احنا دلوقتي نعرف ان الحرية ما فيش حرية برا المسيح. بالعكس ده برا المسيح في عبودية. والشيطان أصله الشيطان بيعمل حاجة غريبة قوي. بينور العالم وبيبيض العالم وبيحل العالم في عيوننا. ايه يا حبيبي انت عايش في فقر جاي من بلدك وكنت عايش في فقر. كنت بتاكل فول وطعمية وكنت بتاكل بصل وكرات. تعالى انا هخليك تسكن في 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 قصر عمرك ما سكنت فيه. ده انا هديلك الامجاد كلها. تعالى بس معايا وطوعني. وبيجي هنا بيتعلم المخدرات وشويه شويه يبيع مخدرات وشويه شويه بيبقى راجل كبير في المخدرات وفعلا بيكون عنده قصر. والشيطان بيقول له ده انا هعليك وارفعك. وما يعرفش انه بعد كده بيعليه وبيرفعه على المشنقه ويعدم في الاخر خالص. بيعدم وبيموت. في آية بتقول كل من يفعل الخطية فهو عبد للخطية. دي أي آية. شخص لو قال قوي. أي شخص لو قال أنا حر وأنا بفعل الخطية أنا عبد للخطية دي. وتعرف إزاي إن أنت عبد؟ إن أنت الحاجة اللي بتعملها ما تقدرش تبطلها. بتبقى فعلا مستعبداك فعلا. زي الشخص اللي بيكذب يقول أنا حر لكن ما تقدرش تبطل الكذب. ما تقدرش تبطل الحلفان. اللي بيمد ايده ويسرق حتى لو ما عندوش احتياج لكن بيسرق هو عبد للخطية دي. ما يقدرش يبطل السرقة. وبعدين حديثا بيقولوا ان هي اكتشفوا ان هي مرض من الامراض. دي خطية. لكن عندنا المحرر النهاردة اللي هنحكي عنه الرب يسوع. ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرار. تكونون احرار. فعلا. اخ فاروق انا بشوف ان الحرية الخلاص من الاستعباد. الخلاص هي الخلاص من العبودية والاستعباد. تحرير من وأنا أتذكر قول مأثور أن الله خلقنا أحرارا ولم نستعبد لأحد. مزبوط. وده شعاري أنا الحقيقة أن الله خلقنا أحرار. كل إنسان حر لأنه هيدي حساب وكلته. كل واحد حر يعني هيدي يبقى مسؤول عن أعماله وهيجي وقت من الأوقات هيدي حساب. هيدي حساب للسيد العظيم للسيد القدوس. هيدي حساب عن كل ما فعله وعن كل شيء قاله بفمه. ايه رأيك في الموضوع ده يا اخ فاروق من حيث الخروج من العبودية؟ في مشهد يعني ذكر في رسالة في سفر الأعمال أصحاح 26 يعني الآيتين ثلاثة. ثم بعد أيام جاء في لكس مع دروسيلا امرأته وهي يهودية فاستحضر بولس وسمع منه عن الإيمان بالمسيح. وبينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون ارتعب في لكس فأجاب أما الآن فاذهب وما تحصلت على وقت استدعيك. الحقيقة والي قاعد على كرسي أو على العرش بتاعه قدام واحد أسير مقيد بسلاسل والأسير بيتكلم كلام عن البر والدينونة والتعفف والدينونة العتيدة. مين اللي ارتعب من التاني؟ الوالي ارتعب من كلام الراجل الأسير المقيد بالسلاسل. حاجة غريبة يعني. كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. فاحنا لو حسب المظهر ده واحد مربوط بسلاسل ده يبقى مستعبد ده مسكين. والراجل الوالي قاعد يعني في بالقبعة بتاعته. لكن مين اللي رعب التاني؟ كلام بولس أرعب فيليكس لأنه كان مليان بالنجاسة والفساد. ولما قال ده في دينونة ما كانش واخد باله من الحكاية دي. قال له طب روح دلوقتي ومتى حصلت على وقت أستدعيك. وده يبين لنا وما استدعوش بعد كده وضاعت من الفرصة من فيليكس وراح جهنم والعذاب الأبدي. ودلوقتي يقول يا ريتني كنت سمعت كلام بولس. فأنا عايز أوجه كلامي لحضرات المشاهدين المستمعين إن لو جات لك فرصة تسلم حياتك للمسيح ما تضيعهاش لانه هيبقى ندم شديد جدا. يمكن الفرصه ما تجيش تاني. ففيليكس ضيع الفرصه منه فرصه العمر.
وماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه. فلفة الأيام فيليكس مشي وجاء مكانه فستوس، ففستوس جاه زار واحد اسمه أغريباس. أغريباس كان بيتكلم مع بولس، وبولس بيتكلم مع أغريباس. أغريباس ده كان ملك، وبولس عايز يوصل الرسالة لأغريباس، وبقول له يعني عن المسيح، وقال له أعتقد أن أنت مش غريب عليك المسامع، أنت سمعت الكلام اللي أنا قلته ده أو حاجة قريبا منه. فأغريباس بقول له أبقليل تريد أن تقنعني أن أكون مسيحيا؟ فالرسول بولس قال له ده بقليل وبكثير، مش أنت بس، كل المستمعين يكونوا كما أنا ما خلى هذه القيود، يعني من غير القيود دي. كنت أتمنى المستمعين دول يكونوا عرفوا اللي أنا عرفته، ودقت اللي أنا دقته، واختبرت اللي أنا اختبرته. لكن برضو للأسف أغريباس ضيع الفرصة، وده يدينا انذار أو جلس جرس أو ألارم أن الفرصة ما يجبش أبدا أن احنا نضيعها. أي فرصة تضيع منا ممكن تتعوض، لو شغل ضاع مني ممكن أعوضه بشغل تاني، لو تجارة خسرت ممكن تتعوض، كل حاجة ممكن تتعوض إلا نفسي. الحياة الأبدية لو خسرت نفسي يبقى ما فيش علاج، ما فيش رجاء. والحقيقة في كلمة في الكتاب الواحد لما بيقراها بيرتاع، بيقول ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين. يعني ما فيش رجاء، ما فيش رجاء يا إلهي. مهما كان الحكم بالسجن مدة طويلة، عند المسجون أمل إن يوم يقرب، يعني يوم أو يوم خلص أو شهر خلص الحكاية، يبقى في أمل عنده إن يجي يوم ويطلع. لكن الأبدية ده حاجة مرعبة جدا. والله ما عملش جهنم ولا الجحيم للناس، عملها الإبليس وملائكته. بالظبط. الحقيقة أنا أرجو إن كل واحد يسمع هذا الكلام يتنبه لخطورة هذا الموقف. واليوم يوم خلاص، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. أمين. الحقيقة الحرية بندور عليه، وغالبا أغلب الناس اللي جملة أمريكا هنا جملة أرض الحرية علشان ما كانوش مرتاحين في بلادهم. بس ما فيش قيود كانت في البلاد، قيود على المسيحية كانت في بلادنا، في الشرق الأوسط عموما كان في قيود معينة، وفي اضطهاد للمسيحيين بيكون. فأنا قلت أنا آجي أمريكا وأنقذ عيلتي وآجي وأطلع للحرية. فبنلاقي أنه الناس لما بتطلع وبتيجي لأمريكا لأرض الحرية، الحقيقة بيواجهوا نفسهم يا أخ فاروق يا أخت أليس، بيلاقوا نفسهم في أرض عبودية، أرض عبودية فعلا. استعباد الوقت، لازم أصحى الصبح بدري عشان أروح الشغل، ما عنديش وقت أقرأ كتاب. أنا كنت دايما بتكلم لما كنت بشتغل هنا في أمريكا، أنا كنت بقول اصحى بدري 5 دقايق، واقضي ال5 دقايق دي في محضر الرب قبل ما تطلع الشغل. وقبل ما تنام برضو قضي 5 دقايق مع الرب، اقرأ جزء من الكتاب المقدس وصلي ونام. لكن اللي بيحصل انه بيصحى الصبح بدري متأخر وعايز يجري بسرعة، احيانا بياكل الاكل بتاعه الفطار بتاعه في العربية، او بتعمل المكياج بتاعها. يا ما كنا بنشوف ستات بيعملوا المكياج بتاعهم في العربية. كانت ارض صعبة جدا، ارض صعبة جدا. لكن هي ارض الحرية، ارض الحرية اذا انت اردت انها تكون ارض حرية ليك، وممكن تكون ارض عبودية ليك اذا انت سلمت نفسك. ما الشيطان موجود اصله يا اخ فاروق، موجود في كل الدنيا، وعايز يقيد كل الناس، بيقيدهم بالاحزان، بيقيدهم بالضيقات، بيقيدهم بالعادات. والشيطان شاطر جدا جدا، شغال 24 ساعة، بيشوف فين نقطة الضعف بتاعتك وعايز يأسرك ويمتلكك لذاته، علشان مش عايز يروح جهنم لوحده، عايز ياخد أكبر عدد ممكن من الناس. فضل يا أخت أليس. عشان كده عايزين نقول إن الحرية احتياج إنساني. الحرية احتياج إنساني، كل فرد فينا، كل إنسان محتاج للحرية من عبودية الخطية والشهوات. ما حدش يقدر فينا يقول أنا حر، زي ما قلت في الأول، كلنا محتاجين للحرية من الخطية. ومين اللي يحرر؟ شخص الرب يسوع وحده. كل من يفعل الخطية، في إنجيل يوحنا الجزء اللي أنا قريته، فهو عبد للخطية، لكن إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرار. حد حس وشعر النهاردة إن هو، وأضم صوتي للأخ فاروق، إن حد شعر إن هو
فعلا مستعبد للخطية، مستعبد لعادة معينة، مستعبد لشهوات معينة، ما فيش تحرير إلا في الصليب. روح ليسوع واطلب منه وارفع بصوتك وقول له يا يسوع حررني، واعترف بالحاجة اللي انت مستعبد ليها. انا مش قادرة اتغلب على الخطية دي، انا مش قادرة اتغلب على الشهوة او التصرف الغلط اللي انا بعمله، لكن الحرية الحقيقية هي في المسيح. كمان في نقطة تانية، الحرية من الاوهام والخرافات. ده ايه الموضوع ده؟ الحرية من الاوهام والخرافات. طلعنا في دول كتيرة عندها فكر وعندها أفكار غلط، وكنا لسه بنحكي مع بعض، طلعنا في مجتمع في حاجات مش مظبوطة معظم الوقت بتكون ضد أفكارنا المسيحية، لكن بوجودنا في المجتمع وطلعنا في المدارس، في الميديا، في التلفزيون، في حاجات كتيرة بنسمع، فطلعنا متشبعين بالأفكار دي. اللي يقدر يحررنا من الخرافات دي كلها، بس ما فيش مجال ان احنا نحكي ونقول على الاوهام والخرافات، ما فيش مجال ان احنا نتكلم عنها بالتفصيل، لكن برضو اللي يقدر يحررنا ويدينا حرية هو في اسم يسوع. فعلينا نطلب بإيمان، نطلب بثقة، ونقول له يا يسوع حررني، يا يسوع حررني. أخي فاروق برضو عندك فكرة طبعا لما اتكلمنا عن الأوهام والخرافات دي. الحقيقة سجل الكتاب عن الرب يسوع له كل المجد، قال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، وما زال الرب بيعمل استعبتهم. أيوة. الحقيقة كانت زي ما قلت حضرتك الخرافات والحاجات الموروثات من الماضي. كان المجتمع اليهودي أيام وجود السيد المسيح مليان بالحاجات اللي زي كده، يعني مثلا في وصية حفظ يوم السبت، فكان اليهود متزمتين جدا في حفظ يوم السبت، حتى انه يعني الاكستريم او التطرف بتاعهم قادهم الى انه لو واحد عيان وجبسوا له رجليه ما ينفعش يوم السبت، يفضل عيان ورجليه وجعاه لغاية لما يمضي يوم السبت. ليه؟ اعتبروا الجبس اللي هيتحط على الرجل ده حمل ويبقى كسر يوم السبت. الرب يسوع باسلوبه اللطيف الظريف غير المفاهيم دي ودالهم المفهوم الصحيح ليوم السبت. فكان في مرة في مجمع جات واحدة منحنية، امرأة منحنية ربطها الشيطان 18 سنة، 18 سنة تيجي الهيكل وزي ما تيجي زي ما تروح منحنية مش قادرة ترفع راسها. شافها الرب يسوع دعاها ولمسها وقال لها إنك محلولة من ضعفك، في الحال استقامت ومجدت الله. مين اللي زعل؟ رئيس المجمع اغتاظ، بس ما قدرش يكلم السيد المسيح طبعا، فوجه كلامه ايه للمرأة المنحنية دي، قال هي ستة ايام في الاسبوع في هذه ايه واستشفوا وليس في يوم السبت. فالرب ليه كل المجد، ما بيضيعش فرصة ولا يفوتش، ما يفوتش ابدا. قال له يا مرائي، قال يحل الواحد منكم ثوره او حماره يوم السبت ويذهب به ويسقيه، وهذه وهي ابنة ابراهيم وقد ربطها الشيطان 18 سنة، أما كان يجب أن تحل يوم السبت. فابتدى الرب يدي المفهوم الروحي السليم ليوم السبت بالنسبة لليهود. الحقيقة التمسك بالتقليد والشكليات والتأثر بالخرافات دي بيضيع الناس خالص، لكن الرجوع لكلمة الله للحق الكتابي نقدر نفهم صح، وزي ما الرب قال لهم كده تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة وهي التي إيه تشهد لي. لما نفهم صح هنعرف نسلك صح، لكن إيه اللي بيضلل الناس؟ إنهم بعاد عن كلمة الله. الكتاب المقدس موجود في كل بيت، بس للأسف الشديد حاطينه ديكور. مين بيقرأ؟ حتى اللي بيقرأ مين بيفهم؟ دي مهم جدا. واحد قال مرة يوجد أعظم رجاء لأعظم خاط يقرأ الكتاب المقدس، ويوجد أعظم خطر لأعظم قديس يهمل قراءة الكتاب المقدس. بالزبط. فأنا بوجه كلامي لحضرات المشاهدين السادة الكرام أنهم يهتموا بكلمة الله. الكلمة الله زي المغناطيس، كل ما نقرب منها كل ما ننجذب إليها، وكل ما نبعد تفقد تأثيرها. واحد قال أي حاجة تتركها تزبل إلا الكتاب المقدس، لو تركته أنت اللي هتزبل، وأنا الخسران لما أبعد عن كلمة الله. فالرب يدينا نعمة عشان ندي أهمية قصوى لكلمة الله. اليوم 24 ساعة لو خصص بس 10 دقايق أو ربع ساعة في اليوم أفتح فيهم كلمة الله، أقرأ في كلمة، أخذ الجرعة اللي تقويني
وتشجعني وتسندني وتحميني من اي ضلالات او افكار غريبه. ده كلام مظبوط، ده كلام مظبوط. الحريه بتاعتنا بتيجي من كلمه الله والكلمه الحيه الفعاله اللي هي امضى من كل سيف ذي حدين. هنطلع دلوقتي نسمع ترنيمه حلوه قوي، وبعد كده هنرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني، واحنا موضوعنا النهارده عن الحريه، الحريه. وتعلمنا وعرفنا النهارده ان حرركم الابن فبالحقيقه تصيرون احرار. الرب عايز يعالج مشكله العبوديه وصغر النفس واستعباد ابليس للبشر، استعباد ابليس ليا وليك وليكي، وازاي اقدر اتحرر. بيتكلم الكتاب انه جه المسيح في إشعياء أصحاح أفتكر 66، بيتكلم أنه جه للأسرة، جه يحرر الأسرة. فالأسرة النهاردة المأسورين ضد حرية أولاد الله وضد حرية المسيح. فالمسيح جه النهاردة علشان يوريك أن في حاجة أنت مستعبد ليها وأنت مستعبدة ليها النهاردة، لأنه الكتاب بيقول من يفعل الخطية هو عبد الخطية. فالنهارده مش بمجرد بس الرب النهارده عايز يعالجك، لكن الرب النهارده بيحط قدامك مجهر عشان تقدر تشوف انت عايش ازاي وايه الجزء اللي انت مقصور منه. هل مقصور من المخدرات؟ هل مقصور للجنس؟ هل مقصور لاي عاده من العادات؟ انت مقصور لايه بالظبط؟ ممكن الكتاب بيتكلم على فكره، بيقول ان كل من يعرف ان يعمل حسنا ولا يفعل فذلك خطية له.
كل من يعرف أن يعمل حسناً ولا يفعل، إن كان في طاقة يدك أن تفعل الخير للناس افعله، لأنك إذا ما فعلتوش بيعتبر خطية ليك. وطوبى للإنسان اللي بيقدر يخدم وبيقدر يساعد الآخرين، لأنه عدم مساعدة الآخرين دي خطية، بتبقى خطية أنانية غالباً، يعني بيبقى الإنسان مأسور لخطية الأنانية، بيبقى أناني. لكن في موضوع مهم بالنسبة لنا بنتسأل كتير فيه أخ فاروق، بيقول إذا كان المسيح جه علشان يحرر، طب ليه ما تكلمش المسيح أنه هو ضد العبيد نظام العبودية؟ النظام كان نظام طبقي، كان موجود في الوقت ده. ده سؤال مهم بيتردد في ناس كتير جدا، يقول الله ده الكتاب المقدس بيشجع على العبيد، الكتاب ما بيشجعش على كده اطلاقا. بس هي النقطه ان الرب بيعالج المشكله من المنبع، من الاساس، مش من المظهر. يعني كنت بتكلم مع احد افراد الشرطه في مصر، قلت لهم انتوا بتحاربوا الجريمه لما تحصل وتقع، تتم الجريمه تمسكوا المتهم وتحاولوا تمشوا باجراءات قانونيه. اما رساله الكنيسه، رساله المسيحيه، رساله الكتاب، بتحاول بتحل المشكله من المنبع، من الاساس. قال كده يا ابني اعطيني ايه؟ قلبك. ولما القلب يتغير كل الحاجات هتتحرر. وبالنسبه لموضوع العبيد، في رساله فيليمون في واحد اسمه سيموس كان عبد عند فيليمون. العبد ده سرق فيليمون وهرب، قبض عليه البوليس وداه الاسم واتحكم عليه بالسجن، دخل السجن. لكن حظه الحلو ان اتقابل مع مين؟ بولس. مع بولس الرسول. ده يعني حظه كان تمام قوي. لما اتقابل مع الرسول بولس، الرسول بولس كلمه عن المسيح اللي بيحرر واللي بيغفر واللي بيعمل، يعني بيعمل حاجات عظيمه. فانسيموس قبل النعمه وسمع كلام بولس وقبل النعمه وسلم حياته للمسيح وتاب. دلوقتي خلاص ما بقاش يعني حرامي ولا لص ولا مجرم في نظر الله. المهم راح الرسول بولس كتب معاه رساله، قال له انت هتخلص المهمه بتاعتك او الفتره بتاعتك في السجن وهتطلع، خد الرساله دي وديها لمين؟ لفيليمون. كتب له ايه بقى؟ قال له اطلب اليك لاجل، من ضمن الكلام اللي قاله، لاجل ابني انسيموس الذي ولدته في قيودي. بولس بيقول على انسيموس العبد ابني الذي ولدته في قيوده، يعني ابني الروحي. لما تحرر انسيموس ما بقتش عبد. وبعدين يقول له ايه؟ اقبله لا كعبد فيما بعد، بل افضل من عبد، اخا محبوبا يا ولا سيما الي فكان بالحري الي. يعني انسيموس اللي كان عبد، بمجرد ما سمع كلام الرسول بولس وقبل المسيح مخلص ومحرر لحياته، ما بقاش عبد، بقى ابن. هنا عمل النعمة اللي بتغير أشر الأشرار وأنجس النجسين تعملهم قديسين أفاضل. احنا يقول كده أنتم الذين كنتم قبلا ظلمة وأما الآن إيه؟ فنور في الرب. ويقول لا يسرق السارق فيما بعد، يعني مش بطل سرقة، لكن يعمل إيه؟ يتعب، يشتغل ويتعب ويكون ليه فلوس عشان يدي كمان اللي ليه إيه؟ احتياج. هو ده عمل النعمة، مش أقل من كده أطلاقا. فأنسيموس اللي كان عبده حرامي وهربان من سيده، لما تقابل مع شخص المسيح خد نعمة، يقدر يرنم الترنيمة اللي سمعناها دلوقتي، أنشئ نشيد الحرية والعتق، الرب عتقه والرب حرره. وزي ما قال الرب في بداية، زي ما قلنا في بداية الجلسة، إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار. الرب يحرر من الداخل، ولما الداخل يتحرر هينعكس على الخارج طبعا، لان من فضلة القلب يتكلم الفم، الكلام الحلو اللي احنا سمعناه كتير. وكمل الرسول بولس يقول او لك علي دين فاحسب ذلك علي، انا بولس كتبت انا اوفي. يعني كان ليك دين على انسيموس، انا مستعد اوفي. والحقيقه ده اللي عملته النعمه معانا، غيرت كياننا والديون سددت والامور يعني بقت حاجه تمام. اذا ان كان احد في المسيح فهو ايه؟ خليقه جديده. الاشياء العتيقه قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. يبقى ليه بقى المسيحيه ما قالتش نحرر العبيد؟ لا، هي ثبت الامور تلقائي، لان كان تركيز الكتاب على العلاقه بين الانسان وبين الله. ولما العلاقه دي تتظبط، العلاقه الراسيه، العلاقه الافقيه ما بيننا وبين الاخرين هتتظبط وتتعدل. لكن مش ممكن اصالح الناس واعمل يعني اجراءات وحاجات من دي شكليه من الخارج.
لكن الحقيقة أصل الفكرة إيه؟ إن الداخل ده محدش يقدر عليه اللي خلقني، اللي جوايا ده أنا مين يقدر يغير جوايا إلا الرب اللي خلقني؟ مين يغير قلبي؟ مين يغير فكري؟ مين يغير كياني كله إلا شخص المسيح؟ والحقيقة كل اللي تقابلوا معاه حصل تغيير جذري في حياتهم. يعني عوزنا الوقت لو اتكلمنا عن السامرية ولا زكا ولا ناس كتير كانوا مستعبدين، بمجرد ما تقابلوا مع شخص الرب يسوع نالوا الحرية الحقيقية وبقوا شهود لشخص المسيح، كل واحد يشهد ويخبر بكم صنع الرب بيه ورحمه. عندنا طلبة صلاة، في طلبة صلاة المخرج. هلو في طلبة صلاة لأجل أنطون. أمين. هو في الثانوية العامة علشان أمين. الرب يتمجد ويديله أمين. صلي يديله أمين. نجاح باهر علشان يقدر يدخل الكلية اللي هو عايزها باسم أمين. يسوع. أخت أليس اطلب لنا تصلي لأجل أنطون من فضلك بسرعة ونرجع أمين. لموضوعنا تاني. أبونا السماء ومن كل القلب فضل. يا رب بنشكرك نعظم اسمك. نعم. ليك المجد وليك الكرامة يا رب. بنتعلم النهاردة عن الحرية الحقيقية في شخصك، أنت اللي بتدي الحرية. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. يا رب حررنا من كل قيد، حررنا من كل خطية يا رب. بنرفع قدامك ابنك أنطون يا رب، فضلك يا رب، ونجاحه في الثانوية العامة. يا رب طلبة صلاة من أجل أنطون يا رب بنرفعه قدامك ونقول لك يا رب محتاج لنجاح من عندك يا رب. احنا بنؤمن انك بتدي نجاح ارضي، لكن محتاجين يا رب انك انت تديله نجاح روحي، ان هو يتعرف عليك ويسلمك قلبه ويسلمك حياته. اذا كان سمعنا دلوقتي يسلمك قلبه وحياته، العشره معاك انت يا رب. بتدي يا رب نجاح في الحياه الروحيه قبل النجاح الارضي. نجاح الارضي ده بتديهولنا يا رب بعد ما بناخد فعلا الحياة الأبدية معاك. اطلبوا، انت قلت اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم في اسم يسوع. بنسأل ليك المجد. آمين. يا ريت حبيبي يا أخ أنطون انك انت تقبل الرب يسوع في قلبك وفي حياتك، لأنه بيتكلم الكتاب المقدس عن يوسف انه كان رجلا ناجحا وكان كل ما يصنعه كان الله ينجحه بيده. فانت اذا انت قبلت الرب يسوع النهارده وطلبت الرب ومشيت ورا الرب واخدت الرب من نصيبك، الرب هينجح طريقك وهينجح كل ما تفعله. الله عايزنا على فكره، عايزنا نكون ممتازين. بيقول ميز اتقياءه، الرب ميز اتقياءه، وبنشوف أتقياء كتير جدا جدا في العالم المسيحي بقوا علماء وليهم أسماء رهيبة، أسماء عظيمة جدا، زي الدكتور مجدي يعقوب ربنا يباركه ويطول في عمره. في ناس كتير جدا جدا عمالقة في العلم وفي الطب وفي مجالات كتير جدا، لأنهم كانوا ملك للرب فعلا. فحبيبي نصيحتي ليك، اقبل الرب يسوع، خد الرب يسوع في قلبك وفي حياتك، واخرج من عبودية إبليس، والرب هينجح طريقك باسم الرب يسوع. أنا بشكرك لأجل طلبة الصلاة اللي أنت طلبتها مننا، والرب هيستجيب حبيبي باسم الرب يسوع. احنا بنطلب طلبة عظيمة من الرب، واحنا عارفين أن الرب بيتمجد وبيسمع الصلاة. نرجع لموضوع العبودية تاني في المسيحية. بنلاحظ ان بولس الرسول اتكلم انه في المسيح لا في لا عبد ولا حر، ولا حر لا يوناني ولا سكيفي ولا اممي يعني ولا في رجل وامراه، لكن الكل سواسيه امام الله قدام الرب يعني. فالرب يسوع اعلن الكلام ده، انه مش هو جاي فعلا مش عشان يحررنا من عبوديه الحكومات او من حكوميه عبوديه سلطة. الدول اللي بتستعبد دول اخرى، لكن جه المسيح علشان يدينا الحريه من عبوديه ابليس. يعني ممكن تبقى انت مثلا موجود في دوله شيوعيه ومنعينك من الصلاه ومنعينك، لكن ما حدش يقدر يمنعك انك تصلي في بيتك بينك وبين نفسك. علاقه بينه وبين الله بالضبط. لما كنا بنروح الصين للخدمه في الصين كانوا بيقولوا لنا خدوا بالكم انه الغرف متراقبه. لما كنا في روسيا
برضو قالوا لنا الغرف متراقبة، فكان ممنوع نصلي. لكن مين قالك حط راسك في المخدة واركع وصلي؟ مش لازم تركع، مش لازم تاخد وضع معين عشان تصلي، اركع في الوضع اللي انت فيه اللي ممنوع فيه انك انت تتكلم. حط بقك جوه مخدة وانت نايم اتكلم مع الرب، الرب بيسمع. الرب مش عايز تقليد معين تتكلم معاه بطريقة معينة، لكن الرب عايزك النهاردة تتكلم معاه من كل قلبك في أي وضع بأي شكل. حتى لو في البلاد الممنوعة تقدر تحتفظ بالكتاب المقدس، تقدر تسمعه، تقدر يعني في طرق، في طرق. لما كنا بنروح الصين أخذنا كتب مقدسة معنا وكنا بنهربها الحقيقة، والرب حافظ علينا، كانت قبض علينا مرتين، لكن الرب أنقذنا. ونشكر الرب يسوع لأجل الرحلات اللي عملناها والأخ اللي قادنا للرحلات إن احنا نروح الصين للخدمة دي. فالرب يسوع عايز يخرجنا من عبودية إبليس لحرية مجد أولاد الله، لحرية مجد أولاد الله. ليهم حرية مجيدة، يعني أولاد الله أحرار، ليهم حرية مجيدة. وإيه يعني يا أخي إذا دخلنا السجن لأجل خاطر الرب يسوع؟ ما الرب يسوع مات لأجلنا. الرب يسوع ما مات لأجلك، مات لأجلي. أنا قليل جدا جدا إن أنا أسجن لأجل خاطر الرب يسوع وأتعذب لأجل الرب يسوع اللي مات لأجلي. بس ما تعذبش لأجل خطية أنا عملتها وأدخل بها السجن. نو. فالحقيقة حرية مجد أولاد الله شيء عظيم جدا. مختلف، شايف عندك فكرة؟ إحنا عايزين نقول إن الحرية هي إن الله يكون لنا علاقة مع الله ونسلك بإرشاد الروح القدس. دي الحرية الحقيقية، يكون لك علاقة بربنا فعلا. زي ما قلنا الأسيس قال إن إحنا نصلي ونرفع صلاة، وحضرة الأخ فاروق قال إن إحنا نقرأ الكتاب المقدس ونتمسك بالله. فدي الحرية الحقيقية، ونسلك بالروح القدس بإرشاد الروح القدس اللي بيكون بيرشدنا. في كمان الحرية بتدينا نكون قدوة حسنة، قدوة صالحة. ففي مقولة بيقول إن صوت الأفعال أقوى من صوت الكلام. وده بكلم كل أب وكل أم في الأسر بتاعتنا، في الخادم في الكنيسة، المسؤولين عن الشباب، خلي صوت أفعالك أقوى، صوت الفعل أقوى من صوت الكلام. في بيوتنا بدل ما ندي إرشادات وتعليم لأولادنا، ما تعملش كذا واعمل كذا، قلنا قبل كده في حلقات قبل كده ما تعملش واعمل، والحاجة اللي أنا بقول للابن عليها ما تعملهاش أنا بعملها. ابني مش بيجي بالكلام، ابني بيجي لما بيشوف أفعالي. مرة قلت مثل، ما فيش أب يقدر يقول لابنه ما تدخلش سجارة، لما ابنه يوصل سن 12-15 سنة يقول له حبيبي ما تدخلش السجارة دي، أو الدكتور لما يقول للمريض بتاعه ما تدخلش، التدخين ده ضار بالصحة، والدكتور ماسك سجارة، والمريض يشوف ان الدكتور ماسك سجارة. صوت الأفعال أقوى، وفي لو طبقناها في حاجات كتيرة قوي. في بيوتنا لما نكذب على أولادنا، حبيبي ما تكذبش، حبيبي قولي الحق، لما تتكلم معايا يا ابني قولي الحقيقة. وأنا وابني ملاحظ إن أنا وأنا بتكلم مع جاري، مع صاحبي، مع أي حد، ما بقولش الحقيقة، بكذب. فابني هيتعلم من فعلي، مش هيتقوى. أقول له كتير يقولوا المثل ده، لما يجي التليفون مثلا يقوم الأب يقول لابنه قول له بابا مش موجود، قول له بابا مش موجود، وبابا موجود في البيت. من الكذب بنعلم أولادنا الكذب وإحنا مش حاسين، وإحنا مش حاسين. خلي أفعالنا، خلينا نعلم أولادنا أو كخدام في الكنيسة، نعلم الشباب اللي بنقودهم، نعلم الناس اللي بنخدم معاهم بأفعالنا مش بكلامنا. أخت أليس أنا بتذكر، آسف لقطع حديثك فضل. يعني بتذكر أنه كان في مرسل في الصين راح يخدم من أمريكا، راح للصين للخدمة، فمنعوني نتكلم عن الرب يسوع. لما كان بيتكلم عن الرب يسوع الشباب قليل قبلوا الرب يسوع، لكن ما كان بيروح المدرسة وما كانش بيتكلم عن الرب يسوع، لكن مجرد كانت حياته طلبة كتير جدا 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 قبلوا الرب يسوع من خلال صمته، لأنهم شافوا أعماله
انها مختلفه عن المجتمع اللي عايشين فيه. فسالوا انت ليه كده؟ فقال لهم ان يسوع اللي انا ساكن اللي ساكن في قلبي واداني الحريه. في حاجه مهمه هدي لك فرصه يا اخ فاروق. بتذكر في الكتاب المقدس بولس الرسول بولس وسيلة لما كانوا في السجن، انت حضرتك قلت على اغرباس وقلت على فيليكس الوالي، لكن ده المسجون حصلت زلزال. بولس وسيلة كانوا بيرتلوا بيصلوا، مجرد بيسبحوا الله وبيصلوا في السجن، اتزعزع المكان، حصل زلزال يعني، وتكسرت الابواب بتاعت السجن والتشينز القيود اللي في ايدين ورجلين المساجين اتكسرت. فرئيس السجن حارس السجن سجان فيليبي لما شاف المنظر ده قال لك الناس كلها هربت، فراح مسك سكينه او مسك سيف وهيقتل بيها نفسه علشان فاكر انه المسجونين هربوا. فبولس الرسول شافه هيحاول يقتل نفسه فقال له لا تصنع بنفسك شيئا رديا، جميعنا هنا لم يهرب احد. ايه ده؟ مسجون بيقول للسجان ما تعملش بنفسك شيء ردي عشان كلنا موجودين، ما حدش فينا هرب. ده انتوا مفروض تتمنوا لي الموت عشان تقدروا تهربوا كلكم. فلما شاف تصرف غريب زي ده اخذ نور وجري عليهم قال لهم انتوا مين؟ ايه حكايتكم؟ وكانوا قبل كده مضروبين وتعوروا، وقال لهم يا سيدي، اتخيلوا رئيس السجن بيقول لبولس وسيلة يا سيدي ماذا افعل لكي اخلص؟ لما شافوا انه الرب حفظ السجن، مش هو اللي حفظ السجن، من خلال بولس وسيلة اللي كانوا بيسبحوا بيصلوا وبيرنموا للرب حصلت معجزة، زلزال كبير حصل. طلب منهم يا سيدي ماذا افعل لكي اخلص؟ حاجه غريبه يا اخ فاروق. الميكروفون معاك زي ما بقوله. لا حلو الكلام اللي سمعناه، ان صوت الافعال اقوى من صوت الكلمات. بالظبط ده الكلام اللي قاله الرب ليه كل المجد في الموعظة على الجبل، قال لهم كده واما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. واما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. طب هو في مين عظيم غيره؟ ما فيش عظيم غيره. عشان كده لما نلاقي في الكتاب اتقال عن موسى كان مقتدرا في الاقوال والاعمال، عن موسى مقتدر في الاقوال كلام وبعدين الاعمال، لكن اتقال عن شخص الرب في بدايه سفر الاعمال عن جميع ما ابتدا يسوع يفعله ويعلم به. فقبل ما الرب كان بيعلم ويدي تعليم كان هو نفسه بينفذ. عشان كده قال لهم تعلموا مني لانه وديع ومتواضع، تعلم منه هو بس، تعلمش من حد تاني خالص. حقيقة الرسول بولس لما شاف أهل كورنثوس كل واحد مشغول بفلان وبعلان من القديسين بولس قال له من هو بولس ومن هو أبولس؟ بل خادمان أمنتم بهم. بولس غرس وأبولس ساقى، ليس الغرس شيئا ولا الساقي بل الله الذي ينمي، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه إيه مصلوبا. هو ده الكلام، هو ده الأساس. حقيقة المسيحية ما هيش أقوال وعشان وتعاليم نحاول نعملها، لا، الرب دانا حياة، وكلمة الله لما قال عنها حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارق لمفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ. فكلمة الله تصحبها قوة روح القدس تخترق أعماق القلوب وتقدر تعمل اللي محدش يتخيله. فعلا زي ما كنا بنتكلم قبل الهوى، الآية اللي الرب شجعنا بيها في يوم الأيام في أفسس 23، والقادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. أعود وأكرر، صوت الأعمال أقوى من صوت الكلمات. يقول كده وكانوا يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، من غير وعظ، لمجرد بس يسمعوا السيرة العطرة للقديسين أو القديسات الأفاضل كان ده بيأثر فيهم وبيجذبهم إلى شخص المسيح. أرجع أقرر وأقول لحضرات المشاهدين، يا ريت الرب يساعدنا ويدينا القوة والنعمة عشان قبل ما نكلم وقبل ما نعلم الآخرين وقبل ما نوعظ يكون كده بكلامنا وبسلوكنا زي ما العروس قالت كده اجذبني
وراءك فنجر. يعني انا احط نفسي قدام الرب ولا انت تكذبني، ولما انت تكذبني وانا انجذب للرب هقدر اكذب الاخرين، ويكون في الحياه في الوقت ده حياتي مؤثره وهادفه، وكلامي يكون ليه معنى وليه تاثير عند الاخرين. اتفضل. فعلا الرب يسوع جه مخصوص علشان يحررنا، يحررنا من عبودية إبليس، عبودية الخطية والشر، وجاي يدينا الحرية والعتق من العبودية. حلوة قوي قوي الترنيمة دي اللي احنا رنمناها، أنشد نشيد الحرية. هترنم وهتفرح وهترقص، وهترقصي للرب وتقولي أشكر الرب اللي أطلقني حرة، أنا حرة النهاردة، أنا حر النهاردة في المسيح يسوع. أمين. والرب بيتكلم النهاردة على لسان بولس الرسول إن إحنا لا نستخدم الحرية فرصة للجسد. ناس كتير جدا جدا بيفكروا إنهم ييجوا لدول أوروبا ودول العالم الغربي والأمريكا علشان حرية الجسد. ما بقدرش أستمتع بحياتي في بلادنا، أنا أجي هنا عشان أستمتع زي ما أنا عايز. خمرة موجودة، أشرب خمرة للصبح. مخدرات موجودة. كل المكيفات، كل العادات السيئة اللي أنا ممنوع أعملها في بلادي، أنا جاي هنا في بلاد الحرية، أنا عايز أعيش حر، أنا عايش حر. وعلى فكرة الابن الضال اللي ضيعه، الابن الضال إنه كان عايز يعيش حر في بيت أبيه، عايز يعيش حر، وكانت النتيجة إيه؟ كانت عيشة ذل، ذل. ما كانش يلاقي طعام يأكله، حتى الخرنوب اللي كان بيرعاه، اللي في 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 بيرعى خنازير، صاحب الخرنوب وصاحب الخنازير منعه أن يأكل من أكل الخرنوب، ما كانش قادر يأكل من الخرنوب اللي بيأكله الخنازير اللي بتأكله. فرجع لأبوه بائس ويائس عريان وقذر، و سمعته بقت قذرة جدا في السوق، وخلصت فلوسه وكل أصحابه بعدوا عنه وخسر كل شيء، لغاية لما رجع إلى بيت أبيه. وأقول للرب أنه بيتك أفضل وأعيش في محضرك أحسن من أي حاجة. أخت أليس ليكي، عايز أقول في قبل ما ينتهي البرنامج، الحرية الحقيقية هي في المسيح. أمين. الحرية الحقيقية هي في شخص المسيح، لأن هو الوحيد اللي بيغير القلب من جوه، هو الوحيد اللي بيغير الدوافع، هو الوحيد اللي بيغير حياتي كلها من قلبي، فبيطلع كل تصرفاتي بتطلع تمجد الرب. عايز تتحرر، عايز فعلا تتمتع بالحرية الحقيقية، اطلب شخص يسوع إن يملك على قلبك ويملك على حياتك ويدخل ويسكن جوه قلبك. مهما عملت، مهما زي ما حضرة القسيس قال، بنسافر ونروح وندور على الحرية لكن مش هتلاقيها، مش هتلاقيها. وهسيب الآية دي مع حضراتكم، إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار. عايز تتمتع بالحرية الحقيقية في شخص الرب يسوع، يدخل ويسكن ويعيش في حياتك، يغير قلبك، يغير دوافعك، يغير عينيك، يغير فكرك، يغير القلب من جوه، وفعلا تعيش للرب. أمين. واللي حواليك هيحسهم ان في تغيير في حياتك. أمين. سلم قلبك ليسوع، هو الوحيد اللي يقدر يغيرك. أمين. وليه كل مجد. في الختام احبائي، اطلب الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، هو هيقدر يخلصك. قل له يا رب يسوع تعالى ادخل الى قلبي، غير قلبي وغير حياتي في اسم الرب يسوع. أمين. لك المجد. امين. اعزائي المشاهدين، نشكركم لاجل مشاهدتكم للبرنامج النهاردة، وأرجو أنكم تتواصلوا معنا على التليفون الموجود في أسفل الشاشة، وإحنا منتظرينكم ونحب نسمع منكم، وشاركونا بأفكاركم وآرائكم. والرب معكم. سلام ونعمة وبركة. الرب معكم. في كتير طرق وسط الحياة